مركود قوي يعني. شوف انت قبل كان هذا الشوارع كله يعني كان ناس رايحه جايه، ناس تتسوق تجي من غير مناطق، ابن وين ناس يجون من غير مناطق، هسه ما حد قام يجي، السوق فارغ يعني. شوف بس البياع موجودين. ركود السوق قلت لك السبب الرئيسي المظاهرات، السبب الثاني بعض الناس العملاء اللي لهم مصلحه بتخريب العراق، الاشاعات لها دور بان ينزل السوق منها، لا تنتظر الفرج كعوائل ينتظرون، يقول لك ما يصير الفرج، يأمن نفسه اليوم باكر اليوم باكر، هاي وحده. بعدين العالم هسه قاعد تقتصد. اقتطاع الجسور، اقتطاع كثير من الطرق بسبب القوات الأمنية والحواجز الإلكترونية اللي الكونكريتية اللي تصير بهاي الفترة. يعني هسه عندك انت من ساحة الوثبة لحد ساحة الخلاني هذا كله مسدود. يعني سيارات قاعدة تروح تجي وترجع من نفس المكان. ساحة التحرير مغلقة، فهذا كله يأثر على الوضع والشارع العراقي. اكو دوله ايران طبت بيها مفاجئه. قد خسارتكم قد هاي قد وهاي البنايه قلت لك دا تلاحظون هاي كلها دا نحمل ودا نطلع. زين هذا شارع الرشيد، الاقتصاد مال العراق، الاقتصاد مال العراق هذا شارع الرشيد. زين من يتحمل هسه احنا شنو؟ انا بالنسبه لي بضاعتي يعني ما اعرف الناس تعرفني، انا بضاعتي فوق المليون دولار ونص. زين نصها راحت، نصها دمرت مي، من يعوضني؟ يعني هسه انا بالنسبه لي كعامل انا صار لي 25 يوم منفتح بسبب انه اجي لابو المحل، ابو المحل يقول لي لا تجي ابني المن جاي. اولا انا خايف عليك، خاف يصير فيك شيء واشيل مسؤوليتك. ثاني شغله انا منين انطيك فلوسك او اعطيك اجرتك او اعطيك اسبوعيتك اذا انا معزز؟